السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إخواني وأحبابي في الله، هنتكلم النهاردة عن موت حسن نصر الله أو مقتل حسن نصر الله في غارة إسرائيلية أو باغتيال إسرائيل. هل المفروض أن إحنا نفرح لمقتل حسن نصر الله ولا المفروض أن إحنا نحزن لموت حسن نصر الله؟ الحقيقة من ساعة الخبر دوت ما انتشر والناس تباينت ردود أفعالها، المسلمين طبعا بتكلم عنهم، هم أهم حاجة في الموضوع وهم دول اللي أنا بوجه كلامي ليهم. مجموعة كبيرة من المسلمين حزنوا لذلك حزن شديد جدا وتألموا وتوجعوا، كتير جدا من المسلمين على الجانب الآخر فرحوا بذلك وأظهروا الفرح الشديد بمقتل حسن نصر الله. طيب هي المشكلة دلوقتي فين؟ المشكلة في الناس اللي فرحوا ولا المشكلة في الناس اللي حزنوا؟ هي الحقيقة المشكلة لا في دول ولا في دول، المشكلة في ان احنا ما بنحاولش ان احنا نتفهم وجهة نظر الآخرين المخالفين لنا. يعني لو حضرتك سألت الناس اللي فرحانين بمقتل حسن نصر الله، يا اخوانا انتوا فرحانين ليه؟ هتلاقي ان هم بيقولوا اسباب وجيهة جدا وعندهم حق فعلا يفرحوا بمقتله. خلي بالك ان حسن نصر الله حاجة مختلفة تماما عن اسماعيل هنية الله يرحمه، ده شيء وده شيء مختلف تماما. الناس اللي زعلانين على مقتل حسن نصر الله، لو سألتهم يا اخوانا انتوا زعلانين ليه؟ هيقولوا لك اسباب وجيهة جدا، هم عندهم حق فعلا يحزنوا على حسن نصر الله. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الناس اللي فرحانين بمقتل حسن نصر الله عندهم حق ان هم يفرحوا، والناس اللي زعلانين على مقتل حسن نصر الله عندهم حق ان هم يحزنوا. لو احنا رحنا للناس اللي فرحانين وقلنا لهم يا اخوانا انتوا فرحانين ليه، هيقولوا لنا اسباب، ورحنا للناس اللي زعلانين قلنا لهم يا اخوانا انتوا زعلانين ليه، هيقولوا لنا اسباب. لو احنا تفهمنا الاسباب بتاع دول والاسباب بتاع دول، هنكتشف ان السبب الرئيسي المحرك لفرح هؤلاء هو نفس السبب الرئيسي المحرك لحزن هؤلاء. خلينا نخش في الموضوع على طول عشان ما نبقاش بنتكلم باحاجي والغاز. هو الناس اللي فرحانين دول فرحانين ليه؟ يعني لو احنا رحنا سألنا الناس اللي فرحوا بمقتل حسن نصر الله وقلنا لهم يا اخوانا انتوا ليه فرحانين بمقتله، هنلاقي ان هم فرحوا بمقتله لانهم مستحضرين في عقولهم وفي خلفياتهم الذهنية الشنائع والفظائع التي جرت على يد الشيعة بشكل عام، شيعة إيران، الحشد الشعبي وحزب الله والناس دول، الشنائع الفظيعة التي وقعت من إيران ومن يوالونها، ومنهم حزب حسن نصر الله. حسن نصر الله هو رئيس هذا الحزب وهو الموجه له، قاموا بكم هائل من الشنائع والفظائع في سوريا، قتلوا ألوف المسلمين، عشرات الألوف من المسلمين سفكت دماؤهم في سوريا، كم هائل من الخراب والدمار وقع على يد جماعة حسن نصر الله في سوريا، هتك الأعراض وشنائع فظائع كبيرة جدا جدا وقعت من هؤلاء في حق المسلمين في سوريا. الناس اللي مستحضرين الأفعال ديت في عقولهم وأمام أعينهم يقولك لا، أنا زي أحزن لهلاك شخص فعل كل هذه الشنائع والفظائع، وبعدين هو ما كانش فيه مشكلة شخصية بينهم وبين الشعب السوري، يعني هم مش خصوصا السوريين عندهم مشكلة مع الشيعة علشان كده فعلوا معهم هذه الشنائع والفظائع، لا ده هي مشكلتهم مع المسلمين السنة اللي هم غالب المسلمين، يعني مئات الملايين من المسلمين، مشكلتهم مع المسلمين، مع كل المسلمين. يعني الشنائع والفظائع اللي هم عملوها في سوريا ديت، ايه اللي هيمنعهم ان هم يعملوها في الاردن مثلا لو حصل حاجة وتمكنوا من الاردن؟ ايه اللي هيمنع هؤلاء الحشد الشعبي وحزب حسن نصر الله والناس دول كلهم، ايه اللي هيمنعهم ان هم يعيدوا نفس هذه الافعال الشنيعة القبيحة في الاردن او في مصر او في العراق او في السعودية او في اي بلد اسلامي؟ يعني ايه المانع اللي يمنعهم اذا كانوا استحلوا دماء المسلمين في سوريا واستحلوا أعراض المسلمين في سوريا واستحلوا تدمير وتفجير المساجد في سوريا؟ إيه اللي هيمنعهم أنهم يعملوا نفس الكلام ده في الأردن أو في مصر أو في السعودية أو في أي بلد إسلامي؟ إيه المانع؟ ما هو ما كانش فيه عداء شخصي أو سبب شخصي يخليهم يعملوا كده في السوريين على وجه الخصوص. ولذلك أنت لو شفت تقريبا كل خطابات حسن نصر الله هتلاقي أنه هو كان بيحط شعار دائم في أغلب أو كل الخطابات بتاعته، طبعاً مش متابع كل خطاباته ولكن يعني كل اللي أنا شفته أو أغلبه بيكون واضع فيه شعار يا لثأرات الحسين. طب هم هيسأروا للحسين من مين؟ يعني الشيعة عامة خلفية العقل الشيعي هم عندهم ثأر مع مين؟ يعني هل اللي قتلوا الحسين هم اليهود مثلا أو هم أمريكا أو هم الصين أو الهند أو روسيا؟ لا، هم معتقدين أن الذين قتلوا الحسين هم المسلمين السنة،
اللي هم جماعة يزيد زي ما هم بيسمونا. إذن فهنا في مشكلة حقيقية، فضلا بقى عن سب الصحابة والطعن فيهم والطعن في عرض أم المؤمنين عائشة والشنائع الكثيرة جدا اللي عند الشيعة. الناس اللي مستحضرين كل هذا الركام أمام أعينهم لما يسمع إن حسن نصر الله قتل هيفرح طبعا، يعني يقول لك إزاي أنا أحزن على مقتل واحد زي ده. لو إحنا رجعنا إلى السبب الرئيسي الذي حرك هذا المسلم إلى الفرح بمقتل حسن نصر الله، هنجد إن هو الحمية للدين ومحبة الله ورسوله والغيرة على أعراض المسلمين والحزن لدماء المسلمين التي سفكت. فهو فرح بمقتله حمية وولاء للمسلمين. خلي بالك هو ده السبب الرئيسي المحرك للناس اللي فرحانين دول. طب الناس اللي زعلانين لو رحنا سألناهم قلنا لهم يا اخوانا انتوا زعلانين ليه على مقتل حسن نصر الله، يقول لك ده كان يعني ظاهر العداوة لأعدى عدو للمسلمين وهم الكيان المحتل اللي هم بقالهم 70 سنة بيصبوا العذاب على المسلمين في فلسطين وبيفعلوا الشنائع والفظائع، وأمام أعيننا كل يوم الظلم البين الذي يقع على أهلنا في فلسطين عامة وفي غزة على وجه الخصوص. فلما يطلع واحد بقى أيا كان يا رب يكون ملحد ويجهر بعداوة هؤلاء ويسبب لهم كل هذا الكم من الإزعاج، وطبعا فكرة بقى إن الموضوع ده كان تمثيل، يعني إحنا طول الوقت الناس اللي هم فرحانين يعني بمقتل حسن نصر الله اللي هم عندهم رفض تام لقبول أي شيء بيفعله الشيعة سواء إيران أو حزب الله أو الناس دول، لما بتقول لهم طب الناس دول ليهم موقف عدائي شديد العداوة ظاهر العداوة من الكيان المحتل، يقول لك ده تمثيل، إنما في الحقيقة هم أوليائهم. الكلام ده الآن ما أصبحش ليه مكان، ما أصبحش ليه مكان ليه؟ لأن ما فيش تمثيل في إن واحد يقتل التاني. ما ينفعش أنا وإنت نيجي نعمل تمثيلية على الناس أو نحاول نخدع الناس فنقوم أقولك طب هقتلك عشان الناس يصدق اللي فيه بيننا عداوة. ما فيش حاجة اسمها كده. ممكن نشتم بعض، ممكن نعمل أي حاجة في العلن ويبقى في الخفاء في حاجات تانية بتحصل، ممكن ده، إنما إن أقتلك علشان الناس يصدق أننا وإنت بنكره بعض ما فيش حاجة في الدنيا اسمها كده. فمقتل حسن نصر الله ده دليل ظاهر وواضح على أن العداوة اللي كانت بينه وبين إسرائيل عداوة حقيقية وليست مصطنعة. هو فعلا كان في عداوته لإسرائيل، طبعا مش يعمل كده لوجه الله ولا نصرة للإسلام ولا كل الكلام ده، ده أمر واضح ظاهر ما هوش بحث في النوايا ولا حاجة، ولكن بيفعل كده لنصرة العقيدة الشيعية أو نصرة الفكر الشيعي أو التمكين للفكر الشيعي في الأرض، مش للإسلام ولا للمسلمين ولا للكلام ده. ومع ذلك الناس بقى اللي هم حزنانين أو شعروا بشيء من الحزن على موت حسن نصر الله يقول لك ده عدو ظاهر العداوة لأعدى عدو للمسلمين اللي ربنا قال عنه في الكتاب العزيز لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. بالإضافة بقى دول مش يهود عاديين، ده دول صهينة، يعني ناس عندهم 1000 ضعف في العداوة للمسلمين من اليهود العاديين. فدول ناس شديدي العداوة للمسلمين، ناس لا يتركوا سبيل لإيذاء المسلمين إلا ويفعلوه. فلما يجي واحد يتصدى للناس دول ويكون شوكة في حلوقهم ويهددهم ويتكلم بصوت عالي بالحاجات اللي احنا مفتقدينها، ما هو احنا أمة قليلة الحيلة، ما عندناش حد حتى بيتكلم. تعرف السياسة، أنا مانيش راجل يعني سياسي ولا أنا راجل يعني خبير في السياسة ولا حاجة، ولكن في يعني السياسة فيها مساحة للكلام، يعني في مساحة لأن ممكن حد يطلع يتكلم. يعني شايفين الرجل مثلا بتاع تركيا أردوغان بيطلع يقول كلام قوي جدا جدا جدا، هو في الآخر مجرد كلام، يعني هو الرجل مش بينفذ حاجة في الواقع تؤيد هذا الكلام أو تعضد هذا الكلام، مجرد كلام بس. ولكن حتى الكلام ده إحنا مفتقدين وما عندناش حد يقول كده. لما اللي ودى الكيان المحتل للجنائية الدولية جامبيا وجنوب أفريقيا، هم دول يعني حتى ما عندناش حد يجرؤ إن هو يطلع يقول يا أخواننا كفاية كده حرام عليكم، يعني دي حتى مش موجودة عندنا. فإحنا أمة مكسورة الجناح وقليلة الحيلة في الوضع اللي إحنا فيه دوت، بنمر بحالة من أشد حالات الضعف التي مر بها المسلمون. فلما نسمع واحد حتى يا أخي لو كافر لو ملحد لو ما يعرفش ربنا لو بيعبد الكلاب والخنازير وطلع خد موقف ضد الكيان المحتل، طبيعي إن أنت تبقى يعني عايزه يبقى موجود، مش بتحبه ولا حاجة، ولا بتوليه ولا راضي عنه ولا راضي عن أفعاله ولا مقر بإن هو بيقول إيه ولا مقر بتصرفاته الشنيعة في سوريا ولا أي حاجة من دي، بس وجوده
كويس احسن من موته. ليه؟ لان وجوده ده ضاغط الى حد ما او بيسبب نوع من الازعاج حتى الصوتي للكيان المحتل. فكون انه يتقتل خلاص هم هيستريحوا. الناس اللي زعلانه زعلانه من الباب دوت. فانت لما لو سالتهم يا اخوانا انتوا زعلانين ليه، هتلاقي ان هم زعلانين ولاء للمسلمين، لان هم شايفين قدام عينيهم قضيه المسلمين في فلسطين والمسجد الاقصى المهدد طول الوقت والانتهاكات المستمره والظلم البين الواقع على المسلمين في فلسطين عامه وفي القدس وفي غزه على وجه الخصوص. شايفين ده قدام عينيهم، فيقول لك ايوه احنا زعلانين على موت حسن نصر الله، مش لان احنا بنحبه ولا بنوليه ولا راضين عن افعاله، ولكن ولاء للمسلمين في فلسطين اللي هو كان بيدافع عنهم حتى ولو بالكلام. فلو رجعنا الاصل الموضوع هنلاقي ان الناس اللي زعلانه حميه لله ورسوله وغضبا لله ورسوله وولاء للمسلمين المستضعفين في فلسطين، وهتلاقي الناس اللي فرحانين بهلاكه او فرحانين بموته فرحانين برضو بنفس السبب، هو حمية لله ورسوله وولاء لله ورسوله وغضبا للشنائع والانتهاكات العظيمة التي وقعت على يد الشيعة عامة، شيعة إيران ولبنان، على المسلمين في سوريا. فإحنا لو رجعنا في الآخر هنجد إن السبب واحد، فإحنا بنتخانق مع بعض ليه؟ المشكلة فين؟ المشكلة إن إحنا خلاص بقت وسائل التواصل دي مبرر او سبب سهل ان احنا نشتبك على اتفه الاسباب. يعني اي حاجه تحصل نقوم نمسك في بعض، وكل واحد عنده راي ما عندوش استعداد يسمع الراي الثاني او حتى يتفهم هو المختلف معايا ده مختلف ليه. لو انت بحثت في مبرر هذا المختلف معاك هتجد ان هو نفس مبررك انت، بس المشكلة ان احنا كل واحد شايف الموضوع من زاوية مختلفة. واحد شايف الجرائم اللي حصل في على يد حسن نصر الله وجماعته في سوريا، وشايف تهجمه على الصحابة رضي الله عنهم وأقواله الشنيعة في حق الصحابة، فيقول لك لا ده نفرح بهلاكه. واحد تاني شايف ان هو كان آل الضغط حتى ولو، يعني بقول لك حتى لو على سبيل الازعاج الصوتي لاسرائيل، وقلنا خلاص هي المساله مش تمثيل، مستحيل بقى يكون تمثيل لانهم قتلوه، هيمثلوا مع بعض هيقوم واحد يقتل التاني، فالمساله مش تمثيل، فكان بيمثل لهم على الاقل نوع من الازعاج الصوتي، فيقول لك وجوده كان احسن من موته. طب دلوقتي السؤال المهم بقى، لو قامت حرب فعلا، طبعا احتمال وارد ممكن، وإن كان احتمال أنا مش خبير في السياسة ولا حاجة، ولكن أرى أنه احتمال مش كبير، احتمال بعيد، ولكن احتمال أن تقوم حرب شاملة إيران والباقي بقى من حزب حسن نصر الله، دول الباقيين بينهم أكيد هيبقى فيه طبعا قائد جديد أو زعيم جديد، ممكن جدا تقوم حرب. لو قامت الحرب إحنا بقى كمسلمين موقفنا إيه من الحرب ديت؟ موقفنا إيه من الحرب لو دارت بين الشيعة وبين الكيان المحتل؟ هنوالي مين ونعادي مين؟ لا شك ان القضية اللي هم بيتخانقوا عليها، الحرب دي ما هيش حرب بين اليهود والشيعة، ده هي حرب لو قامت، يعني لو قامت هتبقى حرب على ايه؟ حرب على ما يجرى وما يحدث في غزة وفي القدس المحتلة وفي ارض فلسطين. الحرب على ديت، يعني هم مش حرب دينية بين الشيعة وبين اليهود، لا دي حرب على بسبب المشكلة دي، بسبب احتلال اليهود للأرض المقدسة. طيب في الحالة دي مين اللي محتل الأرض المقدسة؟ مين اللي حاطط رجله في الأرض المقدسة ودايس على أهليها؟ هم الكيان المحتل. لما يجي بقى أيا كان حد بيقاتل هذا المجرم المحتل، لابد أن إحنا هندعمه وأن إحنا هنتمنى انتصاره وأن إحنا هنوليه في هذه الحرب، مش هنوليه ولا دينية ولا عقدية ولا حاجة. ولكن أنت فاكر مثلا في حرب 73، حرب 73 اللي كانت بين مصر وبين الكيان المحتل، في الوقت ده أمريكا كانت بتدعم الكيان المحتل وروسيا الملحدة كانت بتدعم مصر، وكان في دعم قوي جدا وبعتوا خبراء ومدوا مصر بأسلحة كبيرة جدا. طبعا الموضوع كان فيه تفاصيل كتيرة، ولكن في المجمل هم كانوا بيدعموا مصر. في الحالة دي احنا بقى هيبقى ولائنا لمين؟ هيبقى ولائنا لامريكا اللي بتدعم عدونا، ولا هيبقى ولائنا السياسي مش الديني ولا العقدي؟ مش هنواليهم يعني هنوالي الملح ده، احنا هنوالي الناس اللي بتدعمنا ولاء سياسيا. كذلك الوضع الان، لو قامت، اذا قامت حرب بين الشيعة وبين الكيان المحتل، هنتمنى مين ينتصر؟ هنتمنى ان الكيان المحتل ينهزم على ايد اي حد. لو جه الراجل بتاع كوريا الشمالية ضرب اسرائيل هنتمنى انه ينتصر وندعي له، مع انه راجل ملحد ما يعرفش ربنا. لو بوتين بتاع روسيا ضرب اسرائيل هنتمنى انه ينتصر. لو اي حد، لو حد بيعبد الكلاب والخنازير جه يقاتل اليهود هنوليه عليهم. ليه؟ لانهم بيمثلوا ظلم مباشر علينا الان، واقع الان علينا.
طيب نفترض ان الحرب دي قامت بين ايران وبين اي دولة تانية دفاعا عن سوريا، يعني نفترض ان امريكا حربت ايران علشان تنقذ الشعب السوري من الشنائع والجرائم اللي بتجري على ايد ايران، هنولي امريكا. تخيل بقى ليه؟ لان الظلم واقع مين في القضية بقى، لو هم بيتقاتلوا على الشنائع الواقعة على الشعب السوري، الظلم واقع مين واقع من ايران، يبقى هنتمنى هزيمتها. اذا فلو قامت حرب بين ايران واسرائيل، الظلم الواقع واقع مين الظالم؟ مين الظالم في القضية؟ الظالم هو اسرائيل، فهنتمنى هزيمته من اي حد بقى، ايا كان مهما كان نتمنى انه ينتصر عليه، ويتمنى هزيمة الكيان المحتل. في فرق بقى بين هذه الامنية زي امنية الصحابة رضي الله عنهم بانتصار الروم على الفرس، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء. هل المسلمين لما كانوا بيتمنوا انتصار الروم على الفرس ده كان ولاء ديني؟ يعني هم كانوا راضيين عن عقيدة الروم، راضيين عن التثليث، راضيين عن إنهم بيقولوا أن المسيح ابن الله، راضيين عن تحريفهم للكتاب المنزل، راضيين عن أقوالهم الشنيعة في الأنبياء والرسل؟ الإجابة طبعا لا، الإجابة قطعا لا. كذلك الوضع الآن، لو قامت حرب بين إيران وإسرائيل هنوالي إيران على إسرائيل. ليه؟ لأن إسرائيل هي الظالم وظلمها واقع علينا الآن، أقدامهم على رقابنا، أقدامهم الآن على رقابنا، وما قلنا ليس لنا حول ولا قوة إلا بالله، مفيش حد، حتى الكلام مفيش حد بيقدر يتكلم، يعني الكلام إن حد يطلع يقول يا أخوانا حرام عليكم كفاية كده مفيش، يمكن الناس اللي مش عرب ومش مسلمين بيطلعوا يصرخوا يقولوا يا اخوانا حرام عليكم كفايه كده، انما احنا المنطقه بتاعتنا كله زي ما انت شايف، ولا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله، مفيش في ايدينا حاجه ولا عارفين نعمل حاجه، بس مفيش غير ان احنا نبكي ربنا سبحانه وتعالى ونتضرع الى الله ونقول له يا رب الحقنا، يعني يا رب الحقنا، الحقنا يا رب، لان كده كتير قوي قوي اللي بيحصل فينا ده، ان احنا نبقى بنتهان وبنتذل قوي قوي كده، كتير قوي علينا بما كسبت أيدينا، يعني مش بنعترض على قدر ربنا جل جلاله، إن ربنا سبحانه وتعالى قال لنا هيحصل لكم كده، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، فأبينا إلا أن نتنازع ففشلنا وذهبت ريحنا. بس المحصلة إيه بقى؟ إن اللي بيحصل فينا ده كتير قوي 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 قوي، يعني بنتهان قوي قوي وبيدس علينا قوي وبنتزل قوي، يعني بشكل مبالغ فيه، يعني أنا ما تصورش إن في أمة تانية بتعيش الحالة ديت، أو أنا ما قريتش عن أمة عاشت الذل للأمة الإسلامية دلوقتي عايشها، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فيش في إيدينا غير إن إحنا نلجأ بقى لربنا، ما قدامناش غيره، يا رب الحقنا يا رب، يا رب الحقنا يا رب، جزاكم الله خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.